السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم اسلام البلش. النهارده ان شاء الله شرح جديد هنشوف فيه ازاي تقدر تغير رابط القناة بتاع اليوتيوب بتاعتك اكتر من مرة. في ناس بتبقى عندها قنوات ومفكرة ان لو انت غيرت الرابط ده مرة ما تقدرش تغيره تاني، لا انا هقولك ازاي تقدر انت تغير الرابط بتاع قناتك اكتر من مرة وباي عدد انت عايزه. تمام، انت فتح القناة بتاعتك هتدخل من هنا على الصورة ديت وهتروح على اللي هي اعدادات يوتيوب. تمام، هتقوم فتح لك صفحة بالشكل ده. تمام، لو رحت مثلا كمثال لو رحت على اعدادات متقدمة هتلاقينا مغير رابط القناة بتاع اليوتيوب بتاعت اول مش ظهر لك هنا، يقول لك لو تقدر تغيره تاني. تمام، فازاي تقدر تغيره؟ هترجع انت مرة واحدة كده هتلاقي عندك هنا تعديل على جوجل جنب الاسم بتاع قناتك، تعديل على جوجل، بمجرد ان انت ما تضغط عليها هتروح هنا هتفتح لك الصفحة بتاعتك على جوجل بالشكل ده. لو نزلت تحت هتلاقي كلمة اسمها المواقع وهتلاقي عنوان بتاع قناتك موجود هنا اهو. تمام، هتضغط من هنا على علامة اللي هي القلم ديت، هتلاقي هنا العنوان بتاع الموقع بتاعك وهتلاقي جنبه علامة اكس، هتضغط من هنا على علامة الاكس دي اهي، هيقول لك لديك الرغبة بالتأكيد، هتضغط متابعة. تمام كده الرابط بتاعك شغال، هتضغط على موافق. تمام اهو، هترجع انت للقناة بتاعتك كده، هتعمل اعادة تحميل او ريفرش. تمام، استنى لما تفتح معاك اهي، هترجع انت تضغط على علامة الدايرة دي اهي، هتفتح معاك بالشكل ده، تضغط برضو على اعدادات يوتيوب اهي زي ما انت شايفين، هتروح على اعدادات متقدمة او زي ما انت شايفين جالك ايه هنا، انت مؤهل للحصول على العنوان URL، زي ما انت شايفين العنوان بتاعي اللي كان هنا اتشال، هتضغط هنا اللي هي كلمة هنا دي، هيفتح لك بالشكل ده، هيقول لك لو عايز تختار عنوان للقناة بتاعتك. تمام، ممكن انت يرجى، بيقول لك هنا يرجى تحديد خيار للاطلاع على مظهر قناتك على يوتيوب او تختار عنوان. تمام، جالك هنا ممكن تختار الاسم بتاع قناتك من هنا، او ممكن انت تضغط هنا وتكتب انت الاسم اللي انت عايزه. تمام، بس انا لا مش عايز ديت، انا اختار اللي هي الاسم بتاع قناتي على طول. تمام، وهتعلم من هنا على علامة الصح ديت وهتضغط على تغيير عنوان URL. تمام اهي، هيقول لك هو هيبقى بالشكل ده. تمام، youtube.com.cc اللي اختصار channel او قناة، بعد كده الاسم بتاع قناتك اللي هو البلشة تي في جيمنج. تمام، تضغط على تأكيد الاختيار، هيبدأ هو يحمل معاك بالشكل ده زي ما انتم شايفين، رابط القناة اتغير عادي. تمام، دي كانت الطريقة بتاعتنا النهاردة، وزي ما انتم شايفين زي ما انتم عارفين ضفت نظام الدورات على القناة. ممكن انت تخش على قناه هتلاقوا دوره مثلا فوتوشوب لسه عاملها، هتلاقوا دوره مونتاج لسه عاملها، في دوره انا عملتها اللي هي بتاع صيانه الكمبيوتر او تسليه الحاسوب، هتلاقوها في قوائم التشغيل اللي هي دي، هتلاقوا فيها كل قوائم التشغيل اللي انا بستخدمها على القناه بتاعتي. ده كان موضوعنا النهارده، ان انت ازاي تقدر تغير عنوان الرابط بتاعك اكتر من مره. ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.